دعني انتقل الى كركوك، الى عبد الله العامري. عبد الله، لا اعرف ان كانت هنالك ايضا مشاكل حدثت في بعض الاجهزه كما تحدث الزميل علاء الحديدي، لا اعرف ان حدثت مشاكل في اجهزه البيكوز او الاجهزه بصوره عامه. حدثني عن الموقف بصوره ادق، انت اقرب للحدث هناك عبد الله، تفضل. نعم، شكرا، مساء الخير. الوضع لا يختلف عن ما يجري في محافظات أخرى. هناك ضبابية تسود المشهد الانتخابي في كركوك، هنا ترقب يشوبه الحذر. حقيقة إذا ما تحدثنا عن المشهد الانتخابي في كركوك فدعني ألخصه بأمرين، الأمر الأول إيجابي والأمر الثاني سلبي. الأمر الإيجابي نبدأ منه هو أنه المشاركة اللي كانت في الاقتراع الخاص تعطي دليل وانطباع على أن المشاركة في الاقتراع العام يوم غد ستكون أعلى لأول مرة في كركوك. يعني مثلا إذا ما قرناها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فإن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بكركوك لم تتجاوز 25% أو 20%. هذه المرة يعني يوم أمس في الاقتراع الخاص النسبة التي أعلنت 71% مشاركة حقيقية فعلية موجودة على الأرض أعطت انطباع على أن الاقتراع العام سيشهد مشاركة أعلى وأكبر وربما ستزداد النسبة أكثر. لذلك هذا هو الأمر الإيجابي الذي يتوجه من خلاله الجمهور من أجل الاختيار ممثلين في مجلس المحافظة، وتعلم جيدا أن كركوك كل مكون فيها وقومية فيها يريدون أن يثبتوا ثقلهم الحقيقي في مجلس المحافظة، وهذا حق مشروع بكل تأكيد لكل المكونات. أما الأمر السلبي فهو عدم مصارحة المفوضية هنا في كركوك لبيان أسباب الخلل اللي حدث في الأجهزة يوم أمس. لذلك من يتحدث عن نتائج موجودة هنا وهناك ومن يتصور أنه يتصدر التصويت الخاص هذا واهم، وبالتالي يجب أن نوجه الجمهور ويجب أن نعطي صورة للناخب الكركوكي أن كل ما أعلن من نتائج تشاهدوها في التواصل الاجتماعي هي ليست حقيقية، انسوا ماكو أي نتائج لحد الآن. هذا ما شددت عليه المفوضية، كل ما يشاع وكل ما ينشر هو غير دقيق. تمام، يعني على الرغم من المشاكل التي حصلت ببعض الأجهزة في كركوك إلا أن النسب التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الكيانات هي ليست صحيحة 100%، صحيح؟ يعني صحيح، هو أصلاً غالبية الأجهزة اللي كان من المفترض أن تظهر الشريط اللي من خلاله تقدر تحسب الأصوات هذا أصلاً الشريط أصلاً ما ظهر. يعني أكو عندنا مشكلة وخلل بالأجهزة، الأجهزة تم إطفائها في الساعة 12 ليلاً، الصناديق تم نقلها من مراكز الاقتراع إلى مركز التدقيق المركزي اللي هو في المخازن الرئيسية في كركوك اللي هي تقع في الجهة الجنوبية لكركوك، يعني من جهة القادمين من العاصمة بغداد. سيتم العدوى الفرز اليدوي تحت إشراف جهاز الأمن الوطني حصراً، وبالتالي هذه ممكن تكون تطمينات حقيقية على الأرض موجودة من خلال ما شاهدناه للمواطن وللناخب أنه أصواتك ما راح تروح ولن يكون هناك تلاعب بالأصوات، هذا ممكن تطمين. لكن المفوضية في كركوك أيضا لم تعلن عن أي شيء عن أسباب الخلل، مثلا لم تعقد مؤتمر صحفي مثل ما شاهدنا في محافظات أخرى، كان هناك مؤتمرات صحفية، ممكن اليوم أيضا حتى في أربيل سنشاهد مؤتمر صحفي. يعني مثلا هذه الأمور ما كان هناك نوع من المصارحة ما بين المفوضية لا للناخب ولا للمرشح ولا حتى للكتل السياسية. والدليل يوم أمس كان هناك بعض المواطنين يعني الناخبين ذهبوا إلى شيوخ عشائرهم، أتحدث عن عشائر المكون العربي مثلا، من أجل يستنجدون بهم من أجل الضغط على مكتب مفوضية كركوك لبيان أسباب الخلل. هناك تخوف حقيقة وهذا حقهم، حق مشروع أنه الناخب يستفسر شنو هذه الأجهزة، ليش اللي صار هذا الخلل، رغم أنه بيان المفوضية العليا المستقلة في بغداد بيانها كان واضح وصريح عن أسباب الخلل في الأجهزة وإلى ماذا سيصار بعد ذلك. لكن الأمر الأهم أنه الاقتراع العام يجب أن لا تتكرر هذه الأخطاء أو هذا الخلل الفني، لأنه المشاركة راح تكون أكثر وبالتالي سيكون هناك يعني ممكن نقول ضغط على هذه الأجهزة ولود أكثر على هذه الأجهزة، فبالتالي كيف سيكون الحال إذا احنا في الاقتراع الخاص كان هذا المشهد. على العموم لذلك أقول المشهد ضبابي وترقب يشوبه الحذر، هذا في كركوك. أما على المستوى الأمني أيضا في كركوك نتحدث، على المستوى الأمني باختصار القيادات الأمنية هنا في كركوك وضعت خططها والأمر يجري بانسيابية عالية، لا وجود للقطوعات، لا وجود لحظر تجوال،
المداخل المدينة ومخارجها مفتوحة وتسير بانسيابية عالية. هناك أيضا عمليات عسكرية انطلقت في محيط مدينة كركوك، هناك انتشار مكثف للقطاعات العسكرية مثل ما أعلن قائد عمليات كركوك في محيط المدينة لتأمين كافة الأجواء بالنسبة للناخبين. آلية التنظيم بالنسبة ليوم الاقتراع الخاص هو نفس الآلية ستكون متبعة في الاقتراع العام، وهي آلية سهلة وسلسة وأعطت انطباع جيد على أنه المشارك هو أيضا سهل المشاركة للناخب من أجل أن تكون هناك مشاركة واسعة، لكن تبقى الأخطاء الفنية والخلل اللي حدث في الأجهزة هو الذي يضع الريبة طيب. والشك عند الشارع أكثر. نعم.